دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. ولي العهد يهنئ عامل الحلويات أيوب تايه بتفوقه بالثانوية العامة. نسبة النجاح في امتحان الشامل للدورة الصيفية 65.9. أكثر من 2 مليون طالب يلتحقون بالمدارس اليوم. جلسة نيابية مشتركة تناقش قانون حقوق الطفل. وفاة 30 بصعقة كهربائية في الأغوار الشمالية. 79 جريمة قتل سجلت في الأردن العام الماضي. منتخب السيدات يفتتح مشواره في غرب آسيا بفوزه على سوريا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.